أطلق مركز الحياة راصد أمس الثلاثاء موقع بوصلة الناخب الأردني، اللي بيهدف إلى تعزيز الوعي السياسي ومساعدة الناخبين في اختيار الحزب أو المرشح الأقرب لتوجهاتهم السياسية. بيهدف طبعا الموقع إلى زيادة اهتمام المواطنين بالانتخابات وتمكينهم من اتخاذ قرارات اختيار القائمة الحزبية اللي بتتوافق مع آرائهم. كمان بيعزز الموقع من شفافية الحزبية تجاه القواعد الانتخابية، وبتمحور هذا التمرين الاستثنائي حول الإجابة على عدد من الأسئلة حطها مختصين ضمن حزم من بينها الشأن المجتمعي الداخلي والسياسة الخارجية والنهج الاقتصادي. والتمرين بخرج بالآخر بتحليل هذه الإجابات لتحديد الاتجاهات الأيديولوجية والفكرية للأحزاب وإدراجها في البوصلة لحتى تكون مرشدا للناخبين. طبعا هذا هو الموقع، ورح نكون قاعدين عم نستعرض تفاصيله أثناء الحديث مع السيد عامر النوايسي، وهو المدير التنفيذي لراصد. يعطيك ألف عافية. مساء الخير أستاذ رانيا، ومساء الخير للمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، أهلا فيك. نعم، بالبداية بدنا نعرف أكثر عن بوصلة الناخب، كيف تم العمل عليها وكيف النتائج بتساعد المواطن لحتى يختار توجهه الانتخابي. يعني قبل الحديث عن بوصلة الناخب لابد من إعطاء توقيع بسيطة حول الانتخابات وقوام هذه الانتخابات والعمود الفقري للانتخابات في هذه المرحلة. نعلم جميعا أن مرحلة التحديث السياسي وضمن قوانين الانتخاب، قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، أعطت للأحزاب ما نسبته 30% من مقاعد البرلمان، أي ما يعادل 41 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمانيين والبرلمانيات. هذه الأحزاب السياسية، والتي كان فلسفة التحديث السياسي أن تكون أحزاب برامجية، أي قائمة على البرامج الواقعية والمتوافقة والمتوائمة والمنسجمة مع تطلعات المواطنين والأردنيين في هذه المرحلة الصعبة من الوضع الذي تعيشه، سواء وضع سياسي أو وضع اقتصادي وما إلى ذلك. اليوم هناك في بداية الأمر كان في، يعني خلينا نحكيها، فجوات ما بين المواطنين والأحزاب حول فكرة أين البرامج الحزبية، أين العمل الحزبي، أين التطلعات، أين المواقف وما إلى ذلك. العديد من الأحزاب السياسية حقيقة أعلنت عن برامج حزبية، ولكن كان من الصعب على المواطنين الوصول لكافة البرامج الحزبية ضمن مكان واحد يستطيعون من خلاله التعرف على هذه البرامج. اليوم في مركز الحياة راصد وبالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب وضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، الحقيقة قمنا بإنشاء وإعداد بوصلة الناخب الأردني. هذه البوصلة بكل بساطة قمنا في بداية الأمر، إذا تحدثنا عن المنهجية، أعددنا ما يقارب 96 سؤالا، قمنا بتوجيه هذه الأسئلة لكافة الأحزاب السياسية الأردنية بلا استثناء، أي أننا لم نستثني أي حزبا من الدخول بهذه البوصلة. وأجاب الأحزاب بموقع أمين عام أو نائب أمين عام أو رئيس مجلس مركزي لأي حزب بالإجابة عن هذه الأسئلة. بناء على إجابات هؤلاء الأحزاب قمنا بتحليل هذه الإجابات إلى أربع تصنيفات رئيسية. أولها كان على المحور الاقتصادي، وهو محور ارتبط به الليبرالية أو الاشتراكية، والمحور المحافظ والمحور السياسي والاجتماعي محور محافظ أو متقدم، وتم تصنيف هذه الأحزاب ووضع خارطة للأحزاب السياسية بشكل عام. اليوم اختزلنا هذه 96 سؤالا وقمنا باختصارها إلى 35 سؤال. لماذا 35 سؤال؟ اليوم المواطن الأردني لا يريد أن يطلع على البرامج لوقت طويل جدا بهذه المرحلة بالذات، ولكن في المراحل القادمة لا بد من الاطلاع والتمعن والتفحص والتمحيص لكل برنامج للأحزاب السياسية حتى ينسجم أو يعرف ما هو البرنامج الذي يناسبه. يقوم المواطن من خلال هذه البوصلة التي تم نشرها بالأمس بالإجابة عن 35 سؤال. بعد الإجابة تقوم هذه البوصلة إلكترونيا وأوتوماتيكيا بإعطاء المواطن الأردني أقرب 5 أحزاب كانت متوافقة أو منسجمة معه بتفكيره، بتوقعاته، بتطلعاته. هل وجد هذا المواطن هويته السياسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا؟ هل كان على المحافظ أم متقدم، ليبرالي اقتصادي أم كان اشتراكي اقتصادي؟ فمن خلال هذه البوصلة تسهل له عملية الاختيار إذا ما أراد الاختيار حسب
توجهاته وتطلعاته السياسية والاقتصادية. بعد ذلك إذا كان هناك حزب معين من الخمس أحزاب جذبه أو شد نظره، يستطيع أيضا من خلال هذه البوصلة ويتم العمل على ذلك أن يتجه مباشرة نحو الحزب، سواء صفحة سوشيال ميديا أو موقع إلكتروني، ليعرف أكثر أن هل فعلا ما خرج لي أو ما وجدته في التوجهات والمواقف الحزبية هو ما يمثلني حقيقة داخل هذا الحزب. فالبوصلة من خلال يعني التشبيك مع الأحزاب السياسية يقوم المواطن بالنقر على أي حزب سياسي للذهاب إلى الموقع الإلكتروني أو الصفحة الخاصة به والتعرف على أنشطة وتوجهات ومواقف هذا الأحزاب. هذه أداة مستعملة في مختلف دول العالم، ولكن هي على مستوى الوطن العربي تطبق لأول مرة على مستوى الأردن والوطن العربي أيضا، لتكون أداة مساندة في هذه المرحلة. ما بعد عملية الانتخابات هذه البوصلة سيتم تطويرها، سيتم بعد الانتخابات يمكن أن يكون هناك أحزاب قررت أن تأتلف، أن تندمج مع بعضها البعض، فبالتالي سيكون التحديث بشكل دوري لهذه البوصلة وحتى بعد وصول إلى البرلمان، لأن اليوم الإجابات التي حصلنا عليها من الأحزاب ستكون مرشد لنا بمراقبة البرلمان في البرلمان العشرين بالفترة القادمة، خصوصا وأن هناك العديد من الأحزاب بينت توجهات مرتبطة بفكرة التشريعات والرقابة وما إلى ذلك. ونحن في مركز الحياة راصد كما تعلمين جيدا أن نراقب عمل البرلمان، فبالتالي سيكون هذا مساند لنا في عملنا في المراقبة على أداء مجلس النواب القادم. نعم، كل التوفيق لكم في مركز الحياة راصد، وأيضا يعني لكل الأردنيين اللي بيحبوا يعرفوا توجهاتهم السياسية بشكل أسهل التوجه إلى هذه البوصلة. كل الشكر لك سيد كل عمر شيء النوايسي من راصد.